برج السرطان غدا 16 من نوفمبر 2023. قدرتك على الانسجام مع الآخرين تقودك إلى النجاح اليوم يا عزيزي برج السرطان. إن إجراء المفاوضات والتسويات والاتفاقات يمكن أن يظهر بقوة، يميل الناس إلى أن يكونوا داعمين لك وأنت منهم. ستتمتع بسحر ونعمة السهلة بينما تتدفق بشكل مريح مع الإيقاعات من حولك. التفاعلات المفيدة مع الأصدقاء أو العشاق يمكن أن تكون علاجية وترفع من معنوياتك ومعنوياتهم بشكل فعال. يتم تقدير الأهداف والرؤى المشتركة، ويتم تجاهل العيوب الموجودة في نفسك وفي الآخرين، أو تبدو محببة إلى حد ما إذا تم الاعتراف بها. يمكن أن تنجذب إلى شخص يتمتع بالقوة أو يتولى زمام المبادرة بسهولة ويسر. تشعر أنك أكثر حرية في التعبير عن نفسك. في بعض الأحيان يكون من الأفضل ترك شيء ما والمضي قدما، وقد أصبح هذا واضحا اليوم. تصل بعض الأخبار المؤثرة والملهمة، قد يتم إجراء اتصالات حماسية مع القمر الجدي. نسعى إلى بعض النظام والهيكل، يتم التركيز على وظائفنا وسمعتنا وأهدافنا. ومع ذلك مع تقدم اليوم يتعزز تأثير ثلاثي المريخ نبتون في وقت مبكر من الغد بالضبط، وغدا ستشكل الشمس أيضا مثل ثلاثية مع نبتون. يفتح لنا عبور المريخ نبتون هذا مسارات بديلة. إنه أمر جيد للشعور بالإلهام والتخلص من الغضب وتخفيف تصرفاتنا. الفنون الإبداعية وخاصة منها الجسدية هي المفضلة. مع وجود هذا التأثير من الأفضل أن نهدأ أو نتصرف بناء على رؤانا وأحلامنا وتعاطفنا. نحن نبحث عن المعنى في تجاربنا ومستعدون للاعتقاد بأننا قادرون على تحقيق أحلامنا. إنه أيضا الوقت المناسب لإضفاء المزيد من الخيال على ما نقوم به. نحن لا نميل إلى اتباع القواعد والتوجيهات والجداول الزمنية الصارمة، وبدلا من ذلك نفضل اتباع حدسنا أو توجيهاتنا الداخلية ومشاعرنا الغريزية. يواصل القمر فترة الفراغ حتى يدخل برج الجدي اليوم الساعة